السلام عليكم. موسم عيد الأضحى السنة دي موسم قوي جدا، فنازل بتقله يعني أحمد عز، كريم عبد العزيز، تامر حسني، أول فيلم روبوت قصدي بتاع بيتر ميمي المخرج بيتر ميمي موسى وكريم محمود عبد العزيز اللي عملت عنه تريلر رياكشن هتلاقيه موجود على القناة، فيعني مع فيلم النمس والإنس محمد هنيدي، فيعني الموسم ده نازل بطوله بشكل كبير جدا، النجوم كلها يعني صف أول، يعني أنت بتتكلم مع كريم عبد العزيز مع أحمد عز دول نجوم صف أول، تامر حسني رغم إن هو مطرب ولكن برضه يحسب من الممثلين صف أول برضه في مصر، فأنت بتتكلم عن يعني ما شاء الله موسم كله رقم واحد كده، نازلين بطولهم مع بعض وكلهم داخلين في موسم واحد بعد راحة كبيرة جدا من السينمات على مدار سنة ونص، داخلين في السنتين السينمات هادية خالص عشان خاطر الأجواء وظروف فيروس كورونا، فيعني ها هون نحن مع فيلم جديد وهو فيلم العارف عودة يونس بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومحمود حميدة، وطبعا تايسون موجود، محمد ممدوح مع مصطفى خاطر مع فتحي عبد الوهاب مع أحمد خالد صالح، توليفة كبيرة جدا، والفيلم كوميدي فهو بيتكلم عن الهاكر وكده، ومع يعني إيه متظاهر كده إن هو يعني كان واحد بيحاول من القصة الموجودة على النت إن هو قاعد أب اللي مع مراته وبنته بيحاول يسرق بنك فبيتورط مع عصابة كبيرة، العصابة دي أكيد فيها أحمد فهمي وموجود من ده اللي أنا فهمته من الإعلان مع القصة المكتوبة يعني، فهو مش بس يعني عايز ان هو يعني مع التورط مع العصابه دي ان هو يوقع العصابه دي، لا ده هو بينتقم واظن بينتقم لمراته وبنته، لان في مشهد مع محمود حميده اللي محمود حميده بيمثل تقريبا هو يعامل الدوله ضابط مخابرات بقى مصري ايا كان، فهو يعني احمد عز هيشتغل مع الدوله هيشتغل مع المخابرات عشان يوقعوا العصابه دي وزي ما قلت عشان ينتقم كمان. الفيلم اجواءه عاليه جدا يعني السيماتوجرافي بتاعته رائعه، الكادرات رائعه، الاكشن شكله فيه حاجه محترمه، فاحنا واضح كده ان احنا قدام فيلم عالمي هيبقى موجود وفي تطور كبير جدا في السينما المصريه، طبعا احمد عز نجم كبير صف اول اكيد مش هيعمل حاجه الا لما تكون 100 100 واكيد 100 مليون% وحاجه محترمه زي الافلام السابقه يعني فيلم الخليه ولاد رزق والناس دي، ولكن الفيلم ده انا متفائل بشكل كبير ليه، وزي ما قلت السينما المصريه في تصاعد مستمر ودي حاجه مفرحاني، وخصوصا الاخراج زي ما قلت شكل الاخراج الاكشن هيبقى تحفه كده، زائد ان ده بيتهيألي هيبقى احسن دور لاحمد فهمي، فمن الواضح من الاعلان ان هو متعوب جامد على دوره، وزي ما قلت هيبقى من احسن الادوار اللي هيقدمها احمد فهمي في ادواره في جميع اعماله كلها، زائد ان الدعايه اللي اتعملت للفيلم دعايه جامده جدا يعني بصراحه عجبتني الدعايه، موضوع ان احمد فهمي وانا زايد نزلوا ان هم اتهكروا بقى وتفاعل الممثلين معاه وتفاعل الناس على السوشيال ميديا، وفي الاخر شفنا انها دعايه للفيلم، فانا متحمس برضو للفيلم وان شاء الله هنزله اول يعني هدخله اول ما ينزل في السينمات باذن الله، واول ما ينزل هعمل لكم حلقه تحليليه عنه باذن الله، تبقى يعني جزء في حرق وجزء من غير حرق عشان عايز اتفرج عليه، بس ده كل اللي اقدر اقوله من الاعلان والقصه اللي نزلت يعني، بس زي ما قلت هو مبشر فيلم مبشر وانا يعني مستنيه ان شاء الله وادخله، بس اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، يا ريت لو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وشير للحلقه، يا ريت انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعار بالحلقات الجديده اول ما تنزل، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.